جايز احساسك تجاهي يكون مجرد امتنان، امتنان وقوفي جنبك او اهتمامي بيكي او بمشاعري تجاهك بعد كل اللي حكيتيه لي. كنت عايز اتاكد انك في حاجتين انا متاكده منهم في حياتي، ان انا عايزه ارجع بنتي في حضني النهارده قبل بكره، والحاجه الثانيه ان مشاعري تجاهك صادقه وحقيقيه. أنا بحبك. إزيك يا نبيه؟ قولي لعبده يأجل ميعاد الغدا عشان صدي يوصلنا وطلع على اللوكاندا ومش هيجي في ميعاده. حاضر. اديتي اوامرك للشغالين خلاص وقلت لهم يعملوا ايه ويعملوه امتى؟ يقطعني وانت عايز تغدي في ميعادك؟ مش هتستني باباكي؟ اللي بيني وبين بابا ما يخصكيش، ولو سمحتي ما تتدخليش في خصوصياتنا. خصوصيات ايه يا اختي؟ ده ميعاد غدا، هو اجتماع في السرايا. اي حاجه تخصني من اول حاكل امتى وحاكل ايه لحد خطيبي بيفكر يشتغل ايه وبيقول لبابا ايه ما تخصكيش. انا يا اختي سالت والسؤال حرم؟ وبعدين دي لوكاندا كبيره عايزه حد فاهم في اصول الشغلانه دي. ده مش هيعرف يمشي الشغل مع باباكي. أنا خايفة عليه يلاقي نفسه بحاجة ما بيفهمش فيها، يحتاس فيتكسف قدام صدقي. والله مش هيبقى الوحيد اللي محطوط في مكان مش مكان ولا لايق عليه. تفتكري الفازة دي تمنها كام؟ معرفش، بس مؤكد غالية. أوي. بابا كان جابها من مزاد من حوالي 8 شهور. خايفة أقول لك دفع فيها كام لحسن تقعي من طولك. يتهنى بيها يا رب. شوية وهيروح مزاد تاني. ويلاقي واحدة غيرها أقيم وأفخم، ساعتها هيشيلها من مكانها ويبدلها بالجديدة. من حكم في ماله ما ظلم. أهو أنت بالنسبة له في البيت ده زيك زي الفازة دي، تحفة عجبته، دفع فيها فلوس، وشوية وهيزهق منها ويشيلها من المكان اللي حطها فيه ويرميها في أقرب خرابة. أديكي قلتي عجبته واختارني من وسط 100 ست، دفع مهري وشبكتي واكتر كمان من اللي اتطلب منه، واللي يتعب التعب ده كله علشان واحده ما يفرطش فيها بالسهل ابدا ولا يشوف غيرها ولو بعد 100 سنه. انما انت لو عندك امل ان هو يغير رايه خليكي قاعده جنب الحيط، يمكن يمكن تسمعي الزيت، بس على الله الحيطه دي بقى ما تتهدش يا حبيبتي على نفوخك. نبيها. ايوه يا ستي. انا طالعه اريح في اوضتي، لو صدقي اتصل بيا بيطلعي لي التليفون.